تحت عنوان ألوان الشفاء والأمل، أقامت وزارة الثقافة بالتعاون مع سفارة جمهورية الفلبين معرض العلاج بالفن لأعمال فنية بمشاركة أعضاء النادي الدبلوماسي السوري وموظفي سفارة جمهورية الفلبين في المركز الثقافي بأبو رمانة. We have more than 50 participating artists. نحن هون مشاركين اليوم بالمعرض، عندنا أكثر من 50 فنان من مختلف الدول، عندنا من الجالية الفلبينية، من أعضاء النادي الدبلوماسي، من ممثلين من سفارات مثل فنزويلا، بنغلاديش، صربيا، السودان وغيرهم كثير من السفارات، وعندنا كمان صندوق الأمم المتحدة للنماء الإسكاني. نحن اليوم هاي اللوحات اللي أنتم شايفينها استخدمنا طريقة اللي هي صب الأكريليك، منها منعبر كمان عن شو اللي جوات النفس الإنسانية وأعماقها، وكمان هي طريقة مثبتة إنه واحد بيرتاح نفسيا وبيستخدمها ليعمل يعني بس ليفرغ عن الطاقات اللي هي جواته. الأعمال الفنية تقريبا شي 51 لوحة فنية، شاركوا فيها عدة فنانات من مختلف الدول الموجودة بسوريا أو السفارات الموجودة بسوريا. مثل ما نكون شايفين هناك مزج الألوان وتناغم كتير بين اللوحات، بتحكي عن اللوحات عن علاج بالفن، وهي أول مرة بتساوي هيك شغلة السفارة الفلبينية بدمشق. نتمنى السفارات الثانية كمان تقوم بعمل جميل وجيد. تعاون طبعا التعاون هذا مع النادي الدبلوماسي السوري. هذا نتاج هذا المعرض اللي هو نتاج هذه الورشة الفنية، وهي الرسالة التي أحبت أن توصلها بأنه يمكن العلاج عن طريق مزج الألوان وسكب الألوان على اللوحة دون أن يكون هناك تحديد لمعالم محددة، وأن يكون الفن هو أحد أنواع هذا العلاج النفسي وأحد أنواع المديتيشن أو التأمل حقيقة. وطبعا يعني كما يشاهد الحضور هناك مجموعة من اللوحات الجميلة حقيقة. المعرض تضمن 51 لوحة اعتمدت المزج بين الألوان التي تحاكي العلاج بالفن وتساهم في التعاطف مع الذات والشفاء الداخلي.